اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لك الحمد في السراء والضراء لك الحمد في الشدة والرخاء لك الحمد في الحالين ولك الشكر في الدارين لك الحمد ليلا ونهارا لك الحمد سرا وجهارا لك الحمد والشكر والثناء في كل وقت وحين اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إلهنا ارزقنا يا رزاق ارزقنا يا لطيف الطف بنا يا رحمن ارحمنا استرنا ولا تفضحنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا آثرنا ولا تؤثر علينا قدمنا ولا تؤخرنا ارفعنا ولا تخفضنا إلهنا يا من لا أرحم منه يا من لا أطيب منه يا من لا أغفر للذنوب منه ولا أستر للعيوب منه يا من لا أجمل منه يا من لا أولى بنا منه نحن منك وإليك تبنى إليك أبنى إليك عدنا إليك عدنا إليك شكرناك وحمدناك وأملناك ورجوناك وألقينا بأحمالنا عليك إلهنا من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود إلى من نشتكي وأنت العليم القادر إلى من نلتجئ وأنت المولى الناصر من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر يا من هو الأول والآخر والباطن والظاهر يا حبيب المحبين يا أنيس الذاكرين يا جليس المستوحشين يا من هو عند قلوب المنكسرين إلهنا ما خاب من دعاك بيا الله ولا شقي من دعاك بيا الله ولا رد من دعاك بيا الله نسألك يا وأزواجنا وذرياتنا ومن شملتهم شفقتنا أعتق
وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى